يلا طبعا كما تعودتوا بمنوعه لحن عندكم الفقره الرياضيه. بعد ساعه باش يكون ضيفي الاساسي، نحب نقول بعد ساعه اخرى طبعا يكون نجم الاغنيه البدويه طبعا فتحي البصلي باش يشيخها العشيه عشويه الاحد على قناه حنبعل. ثم نمشيو لمسابقه انتي ستار ولكونديدا اللي باش يتعداو الى الادوار القادمه. قبل هذا نحب نذكر انه منوعه الاحد انطلاقا من هذا الاسبوع باش تنطلق في زوز مسابقات. مسابقه اولى طبعا للناس اللي تشاهد مسلسلات قناه حنبعل، نجموا تربحوا، نجموا تربحوا طبعا، تربحوا 5 ملايين، 5 ملايين تربحوا شهريا من قناه حنبعل. تبعثوا على رقم الاس ام اس 85 999 85 999، تنجموا تربحوا 5 ملايين شهريا اذا تبعتوا مسلسلات قناه حنبعل، القناه الخاصه الاولى. ثم بدايه ربما من الاسبوع المقبل تعود ضيفتنا الكريمة والمباجلة واللي انطلقنا بها في منوعاتنا منذ 2011، تعود السيارة إلى قناة حنبعل الأسبوع المقبل إن شاء الله. بشترحبوا كهرباء أيضا، بشترحبوا كهرباء أيضا على الرقم 85 999. يلا خليني نمشي بالطبيعة إلى الفقرة الرياضية، فقرة الفن والرياضة. جينجل وراجعين. فقرة الفن والرياضة على قناة حنبعل، القناة الخاصة الأولى. ما تنساوش تشاركوا في المسابقات متاعنا. تباعا أيضا باش نحكيو على المسابقات الجديدة في منوعة الأحد، ولكن قبل هذا خليني نستقبل ضيوفي أحلى وأكبر وعميز والكابو أقوى مدرب ومحلل رياضي، كابو مختار تليلي. مختار تليلي كابو، أهلا سي مختار، يا مرحبا. ربي يخليك يا مختار. وطبعا الإعلامي المتميز مالك بن حمودة. طيبنا اليوم في عشوية لحد الشيف نبيل. مرحبا شيف، أهلا وسهلا بك، مرحبا كابو، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. نحسك فرحان. الشباب هايش، الشباب هايش. تحسك الشباب فرحان هايش. رغم الألم اللي قلت لي من بداية. ألم كبير. نحسك فرحان كمان. طبعا. قول أنت كابو. دائما على حد نتفرهد شوية. تتفرهد؟ نتفرهد على حد. أهلا كابو. يلا نبيل أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا بالجمهور العزيز الغالي بالحق. طقس سخن، والجماعة يحبوا على البحر ويحبوا على الجو. باش ندخلوا في الماكلة تاع البحر اليوم، باش ندخلوا الماكلة تاع يعني الدنيا سخنة، يعني باش نخفوا شوية في الماكلة. فكرة. مع شوية كورة اللي هي ماهيش مريقلة برشا مع خويا مختار، باش اليوم باش نضيفوا بحذايا على شوية بريك دنوني، باش يحكي لي شفما في الكواليس. حلو حلو، تحكي له الرسمي عاد. صحيح. يا كابو تحكي له الرسمي. واضح. وكلني مليح نحكي له كل شيء. يلزم الكابو يحكي له مليح. خونا مالك نستدعاه شويه في الكوجينه بحذانا، وش يجي نشوفوا دبارت اليوم للضيوفنا كرام شي يجيو. طبعا اما مالك وخويا مختار يجيو بحذايا على البريك دانوني. تو واش نمشي نقصد ربي ريق روحي في سافيسا. ريق روحك شيف نبيل، يعطيك الصحه شيف نبيل، مشكور. مالك اهلا وسهلا بك يا مالك. مرحبا مالك. مرحبا عبد الرزاق، مرحبا بك، مرحبا بمختار التليلي. كما قال المخ، الناس كنا نقعدوا جمعه كامله نستناو عشويه لحد اكيد باش نبدلوا الجو، باش نضحكوا، باش نتفردوا مع ديمونش حنبعل. طبعا ديمونش حنبعل يعمل لكم جوائز جديده انطلاقا
من هذا العدد. نحب نذكر أنكم تنجموا تربحوا 5 ملايين كاش حب تاخذوها من خلال متابعتكم للمسلسلات الرمضانية. باش تدخلوا على رقم الاس ام اس 85 999 وتجاوبوا على أسئلة بسيطة، شكونوا البطل الحلقة، حاجات بسيطة جدا جدا تمكنكم من الفوز 5 ملايين. 5 ملايين كابو بهير بهير 5 ملايين بهير. بصراحة بصراحة بهير. أصبر بصراحة عندي برشا ما شديتهمش، نجم نقول لك من 2015 لا لا شديت بعدهم. 5 ملايين صعب على كل. انتم تنجموا تربحوهم بسهولة كاملة من خلال الومضة الإشهارية هذه للمسابقة نتاع المسلسلات. نخليكم تشوفوها ونرجعوا، نخليكم تشوفوها. مسلسلات قناة حنا بعد خلي حتى حلقة تفوتك. شارك في اللعبة اللي باش تربح كل شهر 5 ملايين. فيش تستنى؟ ابعثهاش على الرقم 85 999 وجاوب على الأسئلة. حظ موفق للجميع. إذن حظ موفق للجميع. ما عليكم كان تاخذوا البورتابل بتاعكم وتبعثوا الاس ام اس على رقم 85 999. الاسبوع القادم باش تكون الكهرباء موجوده هنا في البلاتو، طبعا في البلاتو، وتنجموا تربحوها تقريبا فوق 50,000 دينار. مالك في الرياضه شنو عندنا؟ اكيد في الرياضه البدايه ب عيد ميلاد فريق النجم الرياضي الساحلي، واحد اكيد من الفرق الكبيره اللي موجوده في تونس، رقم 98 عام 98. مبروك ونباركوا لفريق النجم الرياضي الساحلي وكل مكونات فريق النجم الرياضي الساحلي بمرور 98 سنه على تاسيس هذا النادي العريق. تحيه لمحبي وفريق النجم الرياضي الساحلي في عيد ميلاده 99. 98 عيد ان شاء الله زاد 99 نخبطوا عليه. أعطيني أقوى نجد. أيوة يا جمهور، وينك يا جمهور؟ برافو. تحية للنجم الرياضي الساحلي وطبعا النجم الفريق العريق والفريق اللي قاعد يحقق في نتائج تقريبا ممتازه. كابو هذا الموسم، شو نقولوا هذا الموسم النجم؟ احسن من المواسم اللي فاتت. احسن من المواسم اللي فاتت، الخمسه المواسم اللي فاتت هذه احسن موسم نتاعهم. هيئه مديره مميزه صارت، رئيس نادي معروف عثمان جنيه، لاعب دولي قدير وكبير وسير النجم ونجح في تسييره ثلاث سنوات، ومدرب محنك مميز فوزي البنزرتي مع انتدابات مميزة. النتيجة عكس الترجي هذه التونسي مثلا في الانتدابات. وشو اللي صار في الترجي؟ شنو شيء ما صار؟ شو الانتدابات؟ علاش الناس تلوم على الانتدابات؟ وش نقول لك علاش الترجي كان تنتدب افضل؟ وش نقول لك علاش عبد الرزاق؟ وقت يتولي الفرق التونسيه نتاعنا تعمل لجنه، او يظل يمشي معايا مختار في الفكره، تعمل لجنه مختصه في الانتدابات، فرق التونسيه الكل، يولي عندنا لجنه، يولي عندنا لجنه فنيه خاصه بالانتدابات، وقتها تولي عندنا فرق تنجح معها الانتدابات وننجحوا بالانتدابات نتاعنا. عبد الرزاق صنداوز نجح لانه يعني عنده لجنه خاصه بالانتدابات تتبع في كل اللاعبين. الترجي منظم، اكثر فريق اداري منظم الترجي الرياضي التونسي. انتدابات معروفه، ما نحكيوش على الترجي في 10 سنين توا، معروفه بالتنظيم. قداش من لاعب ولا تقول لي كل برشا لاعب؟ برشا لاعب، برشا نجحوا فوق ال 50 لاعب اكثر. أي. اللي ما نجحوش من وقت الخمس سنين الاخرى. الترجي نجم يدارك هذا الوضع؟ طبعا اكيد عبد الرزاق. طبعا كل المماهدات النجاح موجوده في الترجي. اي رئيس محنك، رئيس فاهم الوضع، عايش 17 سنة أو 15 سنة توا ولا 16 سنة في الترجي الرياضي التونسي كرئيس. لاعب قديم في الترجي الرياضي التونسي، مسؤول عنده شركات وشركات كثيرة وجيدة سهر عليها ومنجحها. يا با ريزون وقت خذا الترجي 2008 2007 حمدي المدب كانت في وضع تعب شوية الترجي.
يشبه هذا اليوم ومشاكلها وكل شبيه والمشاكل ومشاكل وباش حاجات. فاخذ هو الجمعيه تو عنده 15 سنه و 16 سنه والترجي متعلق هذه اللي صار تويكا سي لا فان دان سيكل في العالم اجمع في جميع الميادين، فما بدايه وفما نهاية. فماش كلام تقصد فما نهاية يعني فما نهاية تقصد الترجي انت مش الترجي لا الرئيس الناس اللي صار بهم البروجي خدموا انجو لكن المدربين تغيروا الترجي الترجي غير في المدربين بالقديم اللاعبين ما تغيروش انا ما في لاعبين كلهم جنود اخرها يا عبد الرزاق حكيت على تغيير المدربين اخرها نبيل معلول اللي اعلن رسمي استقالته قدم استقالته لرئيس الترجي التونسي حمدي المدب واعلن مغادرته للفريق قدم استقالته على الواتساب على الواحد نتاعو على فعليا قدم ولا لا هي امامنا الصوره ما حد شيء هي امامنا الصوره شنو هبط هذاك في الواحد نتاعو في التليفون نتاعو على الباج اوفيسيال هل ترى هذا ما عملنا اتصالاتك عاد انت في كاب اعطيني الصحيح معلول استقال ولا ما استقال؟ استقال هو استقال كشخص استقال اما الترجي الاداره مازال ما وافقش الاداره فما مكاتيب بيناتهم يعني مازال تقول انت يعني هو مستقيل هو ابدا لكن هو الترجي غادي باش تاكد الاستقاله نتاعو مازال فقط عبد الرزاق لكن الاستقاله موجوده بربي عبد الرزاق الصوره اللي قاعدين نشوفوا فيها هذه بعد نهايه مباراه الترجي التونسي والاهلي المصري برشا كلام تقال نبيل معلول هو على البنك القاعده هذيك عبد الرزاق قاعده نتاع انا وين نتاع انا فاش نعمل نتاع برشا كلام صار من الجمهور مش اول مره نبيل معلول مش الوحيد استناني ومش الوحيد استنى خل ذكرك شتم الام المنتخب الوطني ونبيل معلول يبكي على العلم وعلى النشيد الوطني والناس الكل قالوا يمثل وشتموه وسبوه في كاس العالم ما تشتمش تشتم سابقا والمدرب هذه ينجم تنقد مدرب عبد الرزاق اما مش تجي تسب الوالدين وتسب هذاك اما مدرب والله يحكي لي في حكايه تحكي حكايه حي دابك هذايا لا اعطيه انت كاب شو الكلام ما حكوش سب الوالدين معناتها اول مره مدرب في تونس يتسب 90 مليون يسبوا في وزراء ويسبوا في منشطين ويشتموا في رئيس جمهوريه شو ويشتموا مش رئيس واحد ما تنجمش تنقد ما سبونيش انا ما سبعوش فيا سب علي مشيت لخ انا علي مشيت جربت في بلاتو من البلاتوات باش نشوف حصه سبعوا فيا سب اي تونس اللي يموت يشبع فيه سب هذا هو هذا تونس شوالات يعني حب يقول لك الكابو نبيل معلول ماهوش فراجيل للدرجه خاطر هو متعود بالامور هذه ومتعود اللي الكوره فيها الشتم في تونس وربما في العالم راهو مش كانوا على كل مبدل شويه ميسي جو. ميسي البارح ميسي وما ادراك ميسي وقت اللي سماه اسمه يعني كم لاعب مش يلعب قاموا يزفوا عليه وقت يمس الكوره جماعته هذوما راهم وقت يمس الكوره يزفوا عليه معقول احسن لاعب في العالم واضح فما روبورتاج على النجم فما روبورتاج على لاعبي قدماء النجم هذا الساحلي هم يقدموا بالتهاني للفريق نشوفوه مع بعضنا ما بالك نشاهدوه نرجعوا نحن نشوفوه نشاهدوه ماني وصلني سنة على ميلاد النجمة إن شاء الله كل عام والنجمة متألقة جمهورها أحبائها اليوم جمعيتنا العزيزة تحتفل بعيد ميلادها 98 إن شاء الله بالمناسبة هذه نحب نهني جماهير نجم الرياضي الساحلي العظيمة الكل في تونس وخارج تونس وإن شاء الله يا ربي عام التتويجات وإن شاء الله من تتويج لتتويج وديما وين ما تروح الحمرة برجالها بمناسبة عيد ميلاد ليتوال العزيزة 98 حبيت نهني كل أفراد العائلة الكبيرة ونقول لهم ليتوال إن شاء الله ديما بخير جمعية بتاريخ كبير ومع بعضنا سوليدار ليتوال وراك رجال ثمانية وتسعين عام تاريخ كبير حافل بالانتصارات بالألقاب جمعية كبيرة برجالها بنساها وكذلك بجماهيرها العديدة ربي يوفق ليتوال وإن شاء الله ديما منتصرين توزيع من عادل شادي والهدف الرابع
نفس الطريقة قبل 10 دقائق. هاي الإعادة كالعادة عادل الشادي، عادل الشادي كالعادة، عادل الشادي وعبد النور طريق قريب من مرمى. السلام عليكم، اليوم موعد ميلاد النجم الرياضي الساحلي 98. نحب نقول لحبايب النجم الرياضي الساحلي في تونس وخارج تونس ان شاء الله كل عام وانتم بحي كبير، وان شاء الله يا رب يكون ملمومين، وان شاء الله النجم الرياضي الساحلي كل عام ان شاء الله بالالقاب، وان شاء الله ربي يوفقنا وربي معنا ان شاء الله. سلام. يتقدم بهدف جميل بنوى الناس يسعد الناس. الميلاد سعيد لكل بالنسبة لي، حبيت نهني كل حبيبي النجم الرياضي الساحلي، ان شاء الله عام سنين عام العودة الترويج. مازال اختار النجم الساحلي والهدف الاول، الهدف الاول من وجد كشريدة. جويز انيفرسير للنجم الرياضي الساحلي، ان شاء الله الاطوال كل عام حي بخير، وتحية لجماهير النجم الرياضي الساحلي. برافو للنجم الرياضي الساحلي، لحظات حلوة، وطبعا تحية لكل اللي مروا من رؤساء على النجم الرياضي الساحلي 98 سنة، طبعا فريق عريق في تونس. خلينا نبدلوا شوية جو، شوية فن كابو بين الرياضة والفن. نحب نرحب بالفنان سفيان العمري. سفيان أهلا وسهلا بك، مرحبا سفيان، مرحبا بك سفيان، أهلا وسهلا بك، مرحبا سفيان، تفضل سفيان، مرحبا سفيان، اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك، تحيه ليك، عايشك. نحن في الرياضه نحكيو ديما عن الرياضه، انت انا الفريق اللي تحبه شنو؟ والله تطفي نورمال، النجم الرياضي الساحلي. ولد النجم اكيد يعني. تتابع الكرة انت مغروم ولا شوي شوي ولا بالفن اكثر؟ لا بالفن اكثر، الكرة جيست نتفرج النجم الرياضي الساحلي، والا تلعب ليكيب ناسيونال بالطبيعه. الطبيعه هذيك ما في الدم. كيفاش ترى الاتوال السنه؟ والله الاتوال السنه تنجم تقول في تحسن، في تحسن، في تحسن. اليوم عيد ميلادها 98 هكا، 98 هكا بالمناسبه، شنو تتوجه للترج، قلت للترج للنجم الرياضي الساحلي يا سي، شو تقول؟ والله نقول ان شاء الله يا ربي ديما الى الامام، ان شاء الله ديما متالقين، وان شاء الله الرياضه التونسيه نتاعنا تكون ديما بخير في كنف الشفافيه. اي اكيد. هذه كلمه غير بريئه. لا 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 تقولي ماكش مغروب بالرياضه، ما دام عملت هكا معناتها مغروب بالرياضه. حاسين دايرين بيا ثلاثه الكاب. اما الكاب وانا وياه فما احساس. ومالك بن حموده يا مين؟ تاك 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 تاك. وجاني سفيان عاد لازمني نعس، ديما نعس انا لهكا لهكا، باش ما يفلتش عليا الامور، ما تفلتش. لا ان شاء الله ديما فرحانين. شوف نقولوا حاجه بركه في الاخر، ان شاء الله المهم الرياضه التونسيه ديما في تالق، وديما ان شاء الله يا زيكيب نتاعنا الكل ان شاء الله ديما في تقدم، وراه في الاخر الرياضه التونسيه هي المنتخب الوطني في الاخر. طبعا ماله، يلا شنو نهديو للنجم الرياضي الساحلي في عيد ميلاده؟ اما براوه، اما براوه، اما براوه، اما براوه، يلا اما براوه. وقبل هذا نحب نستقبل عماد بعزيق، طبعا في مرافقه موسيقيه. عماد مرحبا بك، تفضل سفيان. عماد مرحبا، اهلا وسهلا بك عماد، تفضل عماد، تفضل عماد، مرحبا بك عماد، اهلا، تفضل تفضل عماد، تفضل. لا اعطيوني اقوى سفيان باش يغني. عبد الرزاق الضوء قص لازم يشرج. يلا لحظات ثم نعود، يحضر روحه سفيان طبعا. نمشيو فاصل، تنجموا تربحوا 5 ملايين اذا انتم تتابعوا في مسلسلات قناه حنا بعل، وطبعا 5 على الرقم 85 999، تبعثوا اس ام اس الرقم هذا الوحيد مكانكم باش تربحوا 5 ملايين، تابعوا مسلسلات قناه حنا بعل وجاوبوا على الاسئله. تفضل واصلوا باش تبعثوا على الاس ام اس 85 999، تفرجوا في المسلسلات، اسئله بسيطه تنجموا تربحوا 5 ملايين كاش
شهريا. نمشي مباراة الترجي والأهلي. مباراة الترجي والأهلي أكيد ما حكيناش عليها بما يكفي. حكينا على عدم الانتدابات، على نبيل معلول هل يغادر أم يبقى، ولكن لم نتحدث عن المقابلة. 3-0 للأهلي، نتيجة يعتبروها برشا ناس ربما لا يستحقها الترجي، ثقيلة للترجي الرياضي التونسي أمام جمهوره اللي أمام التلفزيون. حلوة الفازة هذه، زعما مالك يعملها في برنامجه، زعما مالك يعملها في برنامجه هذا. هاي سي مالك أكيد عبد الرزاق. هزيمة للترجي الرياضي التونسي، هزيمة ثقيلة كما قال مختار تليلي. على ما يبدو المهمة صعبت بالنسبة للترجي في مباراة الإياب أمام الأهلي في مصر في القاهرة أمام 80,000 أو 70,000 متفرج. الترجي ما كانش جاهز كما ينبغي، الترجي تخلى المباراة وكأنه خايف. الدبشي وهدف أول خلينا نقوله نقطة استفهام كبيرة. ما نعرفش مخ أنت قراءتك كمدرب للمباراة. برشا يقولوا يعني 90% ترجي خارج المسابقة. شوف، هو ما هيش المقابلة هذه بركة، يعني ترجي ما كانش في المستوى المطلوب. اللي قبلها هزيمة أمام النادي الفرنسي، وقبل هزيمة مع النادي الصفاقسي، فما مشكل. إذا أول مرة توا منذ 40 سنة تقريبا نجم نقول لك الترجي ما عملش 3 هزايم متتالية على بعضها. هذه يعني عندها معنى في مسيرة الترجي. الأهلي كان معنويا خير منه، الأهلي كان جاهز خير منه، كان الأقوى. خلينا نقول كان الأقوى. الثلاثة بشيء هاي قد قد هاي الثلاثة بشيء يستحقها الترجي. كان ينجم النجم يسجل أهداف أخرى. كان الأهلي كان ينجم تكون المباراة 4-5. البان عمل لاعب قديم وقائد فريق بتاع الأهلي المصري محلل في البيين، قال أنا حزين اللي ربحنا كان 3، كنا نحبوا نربحوا 6-7 باش تقعد في تاريخ الأهلي وتاريخ الترجي، لكن الحمد لله منعنا. تقول انت منعنا. يلا نمشي مع مباراة وسفيان العامري وراجعين للحوار واصل. بحلم وأغني حبيبي، وفين حبيبي؟ مفيش حبايب يا عيني، أنا ونصيبي. أنا بحلم وأغني حبيبي، وفين حبيبي؟ مفيش حبايب يا عيني، أنا ونصيبي. يمكن زماني صلحني بعد العداوة، وأقول يا عيني يا ليلي يا عيني، أما براوة براوة براوة. We'll be right back.
اسمع سيف فوق يلا كله
طاردني البارح في منام عيشت عليا آلامي زارتني البارح في منامي عيشت عليا آلامي آلامي فكرتي فني وغرامي كي كنا في الحب سوية البارح نحلم بالغنجة بالغنجة ممو عينيا البارح نحلم بالغنجة بالغنجة ممو عينيا زارتني فيك سوى وبنجة خلات الجيب تامي شوية. برافو برافو سفيان العمري برافو برافو سفيان. امبارح نحلم بالغنجة ومالك يعطي في قبل الاستوديو غاديك فما شكون قاعدين فما غادي تحية لزوجته طبعا تحية لزوجته اللي موجودة معانا زوجة مالك بن حمود. سفيان أنا سؤالي ديما وين نحطك أنا؟ نحطك مطرب نحطك اللي يعزفوا على الأورج ويغنيو شوف نحطك؟ شوف سي عبد الرزاق يعني نخدم مول مان شو صحيح مطرب مول مان شو نعزف ونغني أما في الأخير الستايل اللي نخدم فيه عندي دو ستايل. الستايل اللي هو المول مان شو تغني الطربي يعني الوان مان شو ما تدخل فيه الطربيات اي الوان مان شو مش تزيري ولا مش تزيري وفزاني وكهو وشرقي وكهو لا الاختصاص متاعي تو ما يعرفوني حتى تو في سوسه في برشا في حمامات كي يطلبوني على اساس باش نعمل الوان مان شو فيه طربيات يعني هي. نعملوا ورده نعملوا عبد الحليم نعملوا فايزه احمد ما سمعتنيش عبد الحليم هي اخويا نسمع جاي لي انا وما تغنيش عبد الحليم سمعك يستحيل المره الثانيه سمعك تو تسويت يستحيل تو تسويت يلزم نسمع يلا نسمع حاجه لعبد الحليم حافظ تسويت يلا سفيان العمري عبد الحليم الذي لا يغيب على منوعة لحن عيشي سنين أحلام ديبينها بأحلى كلام ما عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف سنين أحلام دايبين يا رزوجة في أحلى كلام عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف ولا 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 خوف إيه من العين
كم سنة 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 الإيد أي الزمان الزمان يداوينا من الإيد يا الزمن يا الزمان الزمان يداوينا من الايه يا الزمان يا الزمان يداوينا ده الامل فاضينا والفرح حوالينا والفرح حوالينا حوا هوبا سأل الزمن وقال يغير الأحوال عمدة سأل الزمن وقال يغير الأحوال معايا معايا قناة حنا بال بطبيعة تبعثوا SMS على الرقم 85999 من الآن نجموا تبعثوا باش تحجزوا مكانكم 5 ملايين باهين قبل الصيف 5 ملايين باهين 5 ملايين عندي برشا ما شديتهمش في يدي إذا أنتم نجموا الخمسة ملايين هذه تكون من نصيبكم على شرط أنكم تبعثوا SMS على الرقم 85999 تفرجوا في مسلسلات قناة حنا بعل أسئلة بسيطة وبسيطة جدا طبعا سؤال يكون شنو عنوان المسلسل مثلا اللي تعدى في البرايم تايم مثلا التسعة متاع الليل شنو مسلسل قناة حنا بعل اللي تعدى يعني أسئلة بسيطة باش تجاوبوا عليها باش تبعث SMS كابو طبعا مادام سهلة العملية كابو راه تنجم تربح راه وخصوصا عندك الحق عندي الحق ليه تربح لخاطر المسابقة من بعد بالقرعة طبعا من حقك باش تربح الخمسة ملايين ومالك ينجم خلي صيدودة تلعب كيف كيف يلا نمشيو السؤال هو كنا نحكيه على أزمة الترجي ونقوله أزمة النادي الإفريقي ماذا يفعل النادي الإفريقي للخروج من الأزمة اليوم بأسف شديد نقوله ماذا يفعل الترجي كابو للخروج من هذه الأزمة ربما بين ظفرين هي نعتبرهاش أزمة نتائج نتائج هي نتائج أزمة نتائج اختيارات من أول الموسم والانتدابات من أول الموسم لو صارت الانتدابات
اللي لازمه بالسير ولو فما لاعبين تبناهم يعني في وقت ضيق، لكن ما يمنعش اللي المدرب قال عندي ملاعبيه في كل بوست، عندي ثلاثه ملاعبيه في كل بوست، دونك رئيس النادي قال له واش تحب؟ قال له ما نحب براتيكمون ما نحبش انتدابات عندي. اي هنا تقييم ما صارش في مخه. التقييم هنا نتاع عندنا وما عندناش ماهوش صحيح، لان اللي عندنا ما يربحوناش كوب دافريك. ايوه ما يربحوناش. شنو ما نحبش يعطيني شنو المطلوب؟ المطلوب كاب وانت الخبير معناتها. اي مش تعطي راي، مش تعطي راي في الموضوع هذا. لا تعطي نصيحتك. اي اي حمدي المدب يتسلط راهو ويسمع الفنيين وياخو برايهم ثم يقرر هو. بما فيه مختار التليفزيون. بما فيه مختار التليفزيون. نعم. ف الترجي الرياضي التونسي عنده ما عندوش مشكله فلوس باش يقول انا باش ندب ملاعبيه، ما عندناش مشكله من الناحيه هذيا. باش نختار شكون هما الملاعبيه؟ شكون هما الساعه اللي يمشيوا؟ خاطر اكل الدهر عليهم، فما بعض اكل الدهر عليه وشربه، دونك يمشيوا ونعوضوهم بناس اخرين. نعوضوهم بناس اخرين باش يعطيوا الدفعه ويعطيوا لالونسي الجديده مع المدرب الجديد. فما سؤال جديد. واضح كاب، والفكره وصلت بالطبيعه، ولكن فما سؤال اخر زاد. يقولوا انه منذ ان اعلن حمدي المدب على شبه استقاله او استقاله او تعب كما يقول هو، ربما الترجي من الوقت ذاك صار نوع من الفتور او نوع من الناس، ربما شافوا الاشياء هذه تخوفوا، ربما اداره الترجي، جمهور الترجي، لاعبي الترجي، انه يسمعوا انه رئيسهم اللي هو نجح هذا الفريق طيلة 15 سنه ربما يغادر. هذه المغادرة اللي ما تمتش هي الحقيقة، هل كان لها تأثير في تقديرك انت؟ شوف احنا التوانسة بصفة عامة نفرحوا في ساعة وبرشا، ونحزنوا ونتغشوا برشا في, في 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 لحظة. صحيح وقت اللي حمدي المدب وقال انا باش نحب نرتاح خاطر تعب، مش حبي نرتاح على خاطر ما يحبش الترجي ويحب يبعد على الترجي، خاطر هو تعب وصل تعب، دونك لازم باش يرتاح. ما قبلتهاش الجماهير الرياضيه الترجيه كلها والمسؤولين، لان تركة صعيبه ياسر باش يخليها حمدي المدب في الترجي التونسي. راهو المصاريف اللي صايره توا في الرياضه التونسيه بصفه عامه ما تظهريش المصاريف اللي قاعد يعمل بها حمدي المدب في الترجي الرياضي التونسي. واضح. سؤال اخر يتبادر الى اذهان الناس، طبعا رياض قبل نبيل معلول ابن الترجي ولم يكمل المشوار وفشل. نبيل معلول نفس الشيء ولد الترجي. هل الترجي محتاج الى مدرب من خارج حديقه الترجي؟ توا ما عدا معين بالنسبه لي انا. أي. ما عدا معين الشعباني اللي هو مؤهل اكثر من اي انسان اخر، لانه ولد الجمعيه، لانه نجح سابقا بنجاحات باهره مش نجاحات بسيطه هكايا. ما عدا هذا اجنبي للترجي، حتى كلون فلان وكلون فلان ما يدخلوش في اللعبه، يخرجوا الناس الكل تصريح برشا اسامي. ها؟ كل واحد يحك راسه ويجيب لنا اسم. صحيح. يساو باش يشوفوا ماضيه شنو هو ساعه، كي يجيب اسم، جيب لي ماضيه معاه. شوف السي في نتاعه. مالا شنو هو؟ هذاك السي في يعني الماضي. فاحنا عاطفيين ياسر، والترجيين والافارقه والنجميين والنجوم والصفاقسيه وكلنا عاطفيين ياسر. وقت نحبوا برشا، وقت نكرهوا برشا. وانت تحب برشا؟ انا نحب برشا وما نكرهش بالكل. الى درجه العنف؟ لا العنف لا تكره برشا؟ لا والله لا. والله لا تكره برشا. والله لا. والله قلبك كبير. انا ولد هرهار. تغش هرهار. كنت تغشش تقول كل اللي تحب. بعد فيها كل شيء. كيفاش شكل عام في بلاتو ديمونش حنا بعض قلت لي كلمة قد هكا. اي ما ريت العباد قداش تحبك وقت الهايكة موجودة. الهايكة موجودة. وكل شيء موجود. اسمع وأنا قلت غطيتها قلت الكاب طبعا كيقول كلام ساعات ما يحسبوش ولكن الكاب ونحبوه وتعديت وراي كلمه كبيره لانه عرفت علاش انت قلتها بغير قصد وقلتها بقلب ابيض وقلتها بروح فيها الدعابه والفدكه الشعب التونسي كل قبلها ومختار ديما نقبله منه كل شيء يلا خلينا نوصل كليب على السوله
كليب عسولة هو أول عمل جديد في موسيقى جديدة اللي اسمها تو داخلين في موسيقى اسمها ديجيتال مودرن يعني عاطية الموسيقى فيها اللمسات الغربية الغربية الموسيقى الغربية فهمني نخدموا في إيكيب كاملة تو اعطيني عسولة شنو هي سفيان؟ العسولة هي شكون عسولة؟ عسولة مرتك ولا بنتك ولا عسولة أختك عسولة ولا حد آخر؟ عسولة هي إشارة على الديجيتال عسولة عسولة هي البنوتة نتاعك الصغيرة بنتك شاهد العامري ما شاء الله اسمها شاهد شاهد كنت جيت بحذايا جيت بحذاك في أغنية وقتها لحنت لها أغنية وزعت لها وغنيتها لهنا معك في دمشق حنبال عسولة دونك هدية لبنتك البنت شاهد البنت شاهد وعملتها كليب صورتها وعملتها كليب وقالوا لي بعديك قالوا لي الغنية تمشي على تنجم نجيبوا معاك مانكا ولا حاجة خير تاخذ وجهة أخرى قلت لهم لا أنا عملتها لبنتي وما تسجل الكليب كان معايا بنتي وسجلت الكليب وسجلت الكليب وصدقني إن شاء الله تو تشوفوه بعد ما كنش نتصوره وما كنش نصور أني كالعسولة بنتي ذيك باش تعملك الحكاية هذه أضافت لك أضافت لي الكليب قلبته 90 ديجري يلا سفيان العامري نسمعوا عسولة بمرافقة أيضا البنت التحفونة شاهد يلا شاهد 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 مرحبا شاهد شاهد هاي يا شاهد هاي يلا مرحبا يا شاهد يا عيني على اللبسة ليه اللبسة ذي يلزمني نقول عليها يا ماما يا ماما يقول يا ماما يا ماما صحيت يا شاهد يلا شاهد قاعتيني اعطيها الميكرو شاهد شوية خل نكلمها شوية شاهد جيت بحذايا قبل وتو فرحانة بوك انتي سفيان اي وانتي تو في الكليب شنو دورك باش تغني مش تشطح مع ابوك في الكليب شكون نجح الكليب سفيان ولا انت انت وهي قد مسكين 30 سنه يغني جيت انت البارح قد انت وهي نشكر بابا خاطر هو اللي علمني نغني ونشكر ماما برشا ونشكر عمتي سهيله ونشكر اخواتي نونو وبهاء ومهاب نشكر عمي عماد بعزيك خاطر هو اللي تعب معنا برشا هو مدير اعمال باباتي عماد هو مدير اعمال باباتي يعطي الصحه ايضا عماد يلا خلينا نسمع عسوله يا خويا هاي عسوله هاي يا سيدي بتصفيق كبير منكم نسمع عسوله انتي عسولة انتي دلولة بالوهرة نمبر وان دي ما تجيلولة اللي شوف زيني تخمس له بعيني في دوخي تحكاو من الجولة لولة انتي عسولة انتي دلولة بالوهرة نمبر وان دي ما تجيلولة اللي شوف زيني تخمس له بعيني في دوخي تحكاو من الجولة لولا بربي هالزين جبتيه منين قولي يا حلوان إن جيكي صار تجيني مين شنو أتوان بربي هالزين جبتيه منين قولي يا حلوان إن جيكي صار تجيني مين شنو أتوان ما بنك يا لله عسل ونوتيلا ما بنك يا لله عسل ونوتيلا كان ندخل نخرج في الحلة انت المسؤولة انتي عسولة انتي دلولة في الوهرة نمبر وان ديما تجيلولة واللي يشوف زيني تغمز له بعيني يدوخي تحكاو من الجولة لولا انتي عسولة انتي دلولة في الوهرة نمبر وان ديما تجيلولة اللي يشوف زيني تغمز له بعيني يدوخي تحكاو من الجولة لولا خفة ودلال حطها بالي انتي يا بنينا
ياسر يا بني شوية شوية هبلتينا في فا ودلال حط بالي انت يا بنينا ياسر يا بني شوية شوية هبلتينا ما بنك يا لله عسل ونوتيلا ما بنك يا لله عسل ونوتيلا كان ندخل نخرج في الحلة انت المسؤولة برافو 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 يعطيك الصحة برافو سفيان العمري وشاهد أما شاهد شاهد تطلع لنا موهبة شاهد توا موافق أنه شاهد غدوة تولي فنانة سؤال سؤال راهو محيرك بينك وبين نفسك لا أنا نوافق تولي فنانة لكن في الطابع اللي يخدم فيه بوها يعني ماذا بيا تكون فنانة في الطربي أول حاجة في الطربي تغني الطربي أني تقادر نربي فيها الطربي تو يعني فنانة استعراضية خاطر حسيت أنا شاهد شاهد فيها الاستعراض خليني نقول فما معناتها فما عند الروح الاستعراضية يعني ايش باش تعمل هنا أنت؟ والله اختيار لها هي نخلي الاختيار ديما لها هي ونكون ديما بجانبها وكاو تكون بجانبها ونقولوا قرايتها قبل اكيد ما ننساوش القراية هي لولا اونتر بارونتيز قلنا شنو تحب تطلع تو هي تجاوبك اي نتائجها كيفاش عطيها الميكرو نتائجك شاهدة متوسطين حسيت لازمنا نحسنوهم المتوسطين ردوهم قويين شوية برافو شاهد شو تحب تطلع أه؟ شو تحب تطلع شنو دونتيست طبيب سنين تري بيان تنجم نطلع دونتيست اي حلوة ان شاء الله ان شاء الله تطلع لنا دونتيست ونكبر انا داويلي سنيا نجيك للكابيني وترجل لي برشا حاجات نهار اخر مو توا لا الحقيقه بريقل اما نهار اخر باش نلقاو برشا مشاكل ترجلهم لي انت هذه حاجه وضح الوضوح الوضوح ما لجنول يقول لك توا الراجل مشى على فكره سي عبد الرزاق يا خويا ما سالنا يا خويا سي عبد الرزاق على فكره شو نقول لك تفضل تفضل الكليب على السول هذايا راهو اول مره يتعدى على قناه تلفزيونيه اول مره اكسكلوزيفيتي القناه حنا بعد مره محظوظين نحن هذا اول مره يتعدى وتوا توا يعني في الوقت هذا في الوقت هذا بالضبط توا مازال كهبط عشان اليوتيوب نتاعي يعني طوة مباشرة بعد بثه في التلفزيون بعد بثه فيه برافو سفيان تعرف تخدم ها اكيد سفيان انا فرحان بك برشا وفرحان بشاهد وفرحان بخويا عماد نحب نختم معاك ونخلي لك كلمة شنو تحب تقول جمهورك اللي شاهد فيك وشنو اذا عندك حفلات او عندك تظاهرات نجم تحكي عليها بالطبيعة إن شاء وتقول الله. وين يلقاوك أهم حاجة بالطبيعة بالطبيعة حاليا ساعة ما زالوا عنا أعمال أخرين قاعدين نخدموا فيهم أي. عندي زوز أغاني مع البنوتة زادة أكبر من شاهد هي بنت صديقي ياسر زادة عازفة متاع عازفة جيتار سيش خبيان في حاجة كلاسيك نجلها تحية زينب الكالي تحية لها زينب عندي زوز غنيات معها هي تغني باللونجلي والفرنسي وانا نغني بالعربي ديو عاملين ان شاء الله زاد باش نسجلوا لهم الكليب نتاعهم مع المانجير نتاعي عماد بعزيز يقول قاعد ينسق في البرنامج مع السوسيتي البرود خاطر نخدموا في برود في اطار شركه في 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 كما نقولوا ايكيب كامله ايكيب كامله ايكيب كامله غنيت على السوله ساعه قبل كل واحد ياخذ حقه كلمات والحان الياس بن احمد الياس تحية للياس تحية لي ربي الحمد تحية كبيرة لي ربي أعطينا تحية على الياس شركة البرود اللي هي زادة صاحبي سامسوم هو اللي سجل الكليب هذا سامي وولف برود 73 هذا في سوسة اللي قام بالتوزيع معايا مباشرة أنا نوياها مع بعضنا خويا وائل زادة هذه الكيب اللي قاعد نخدم فيها مع بعضنا وديما يقعدوا مع بعضنا دمهم شو برامجك في المستقبل؟ البرامج إن شاء الله تو عندنا مهرجانات مع المانجير نتاعي فما مهرجانات إن شاء الله عندنا مهرجان نورمالمون بنزرت إن شاء الله كان عشنا فما عندنا مهرجان في نفيضة زادة جو كروا هكا هكا ولا لا
وفما فما حفله ان شاء الله على قريب في باريس باش نعملوها. هذه الخطوه الاولانيه. خذ تربي الشهر الجاي نورمالمون هكا لو 4 ولا 5 جوان في باريس. في باريس ان شاء الله سفيان العمري نلقاه في باريس ان شاء الله. طبعا 5 جوان مشكور سفيان العمري شرفتنا ونورتنا اليوم باغانيك وبحضورك. شهد تحيه ليك كبيره برشا برشا. عماد ايضا تحيه ليك كبيره برشا برشا. نمشي فاصل طبعا سبوت المسابقات نتاع قناه حنبعل وديمونش حنبعل وراجعين نكمل المشوار. انا نحب نرحب ترحيب خاص ودائما الى جانبي طيله 6 سنوات